فالضبط غادي نشوفوا المين والماكس في لابارتي تيوريك ديالهم كيفاش خدامين. غير هو لوبجيكتيف ديالنا هو نعرفوهم كيفاش كيفونكسيونيو قبل ما نكتبوا الكود. نفترضوا بانك بغيتي تسد على واحد الشخص ما بين جوج ديال الارقام، عندك واحد الانبوت هنايا وبغيتي يدخل فيها واحد النمره، دونك واحد النمره اللي هي اكس، ولكن بغيتي تسد عليه ما بين جوج و سته، دونك اكس اللي هو الرقم هنايا بغيتي يكون كيلعب ما بين هاد الافريج. يعني كاع الارقام اللي ما بين جوج و سته وداخل حتى سته و جوج بغيتيهم يكونوا اوتوريزي هنايا. هذه حاله. الحاله الاخرى يقدر هذا الشخص اللي بغيتي يدخل هذا الرقم بغيتي المينيموم ديالو يكون جوج، يعني اي حاجه اللي فوت من جوج حتى هي دايزه. اي رقم اللي كثر من جوج يقدر يكون 8 9 10 اي رقم، غير هنا مزدود عليا حد 7. كاين حاله واحده اخرى تقدر دير ليه مثلا الماكس تقول ليه 5، يعني اي رقم اللي قل من 5 حتى هو دايز، يقدر يكون ناقص 1 0 1 2 3 4 ناقص 20، ما كاينش المشكل. دونك هاد ماكس ومين بجوجهم كنخدموا بهم. الا بغيتي تسد كتخدم بمين وماكس بجوجهم، مين وماكس. الا بغيتي تسد فواحد الافرج ما بين هاد 3 4 و 5 و 6 هما اللي اوتوريزي، من كدير المين هنا اوتوماتيكمون كتقول ليه كاع الارقام اللي فوت من 3 و 3 حتى هي داخله، دونك اي رقم عندنا 3 وكاع الارقام اللي فوت من 3. وعندنا ماكس الا مشينا تحددنا فيها واحد النمبر كيدخل فيها هاد النمبر اللي هو كمثال 5 هنايا وكاع الارقام اللي قل من هاد 5. اوكي نشوفوا كيفاش هاد الحساب كيدير. ملي كيكون عندنا واحد الانبوت اللي التايب ديالو نمبر ويقدر يكون ديت ويقدر يكون ديت لوكال، وغادي نشوفوا امثله على هاد الشيء ملي غنكتبوا الكود. مي نركزوا حنايا غير على نمبر. ملي كيكون عندنا واحد انبوت تايب نمبر كنقدروا نحدوا ليه واحد المين، يعني واحد الاتريبيوت مين. ملي غنحدوها شنو غيطرى؟ كتعني بان الزائر ديال الموقع ديالنا غنحدوا ليه واحد المينيموم اللي غادي يقدر يدخل واللي هو 3. اشنو غادي نطابق او نيفو ديال هاد السيناريو؟ غنفترضوا بان الشخص غادي يدخل جوج، جوج خاصها تكون اكبر من او تساوي 3. ونشوفوا القاعده هنا شنو كتقول. اكس كان بي 3 والجوج كتساوي 3، فولس. جوج ما كتساويش 3. نمشيو للحاله الثانيه والجوج كبر من 3 حتى هي فولس. دونك فولس وفولس شنو غتعطينا؟ غتعطينا فولس. وكنشوفوا هنا بان جوج ما كايناش في لالين، ما كايناش في الرينج، ما داخلاش هنايا، لان ملي كنقولوا المينيموم كنقولوا من حددنا المين هنا 3 كنقولوا ليه بان 3 ولا اي رقم كبر من 3. وها هي كتشوفوها هنايا اكس جريتر ذان اور ايكوال تو 3 اكبر من او تساوي 3، يعني اما 3 ولا شي رقم كبر من 3. مع هذا الشيء ما غاديش يدوز. نديروا دابا واحد التيست لواحد النمره اللي هي اوتوريزي، غنفترضوا بانها 5. دونك نديروا القاعده ديالنا هنا، واش 5 كتساوي 3؟ فولس. نمشيو للثانيه، واش 5 كبار من 3؟ وهنا غادي تعطينا ترو. ومين كنقولوا فولز وركزوا معايا كاين واحد الاور هنايا، فولز اور ترو غادي تعطينا ترو. يعني اكس الا كانت 5 غادي تدوز في كواز ديالنا بلا حتى شي مشكل. وكيف ما كنشوفوا بان 5 كاينه في هاد لالين، كاينه في هاد الرينج. نشوفوا دابا الكات الثاني ديال الماكس. الرمز هنا تعكس ولا اصغر من او تساوي اكس. شنو غيطرى لها دابا؟ الا افترضنا بان ماكس درناه كيساوي 6 كتعني بان اكس خاصها تكون اصغر من او تساوي 6، كتعني بان هذا الرقم اللي غادي يدخل هنا في هذا الانبوت يقدر يكون كيساوي 6 ولا قل من 6. دونك اي رقم قل من 6 دايز و 6 هي دايزه. ناخذ واحد المثال من هاد النمبرز اللي عندنا. دونك غادي ناخذ هنايا جوج، دونك جوج واش كتساوي 6؟ فولس. نمشيو للثانيه، والجوج قل من 6 وغتعطينا ترو. دونك كيف ما قلنا ترو، وركزوا معايا على هذا الاور، ترو اور فولس غتعطينا ترو. يعني اوتوماتيكمون الا كانت اكس كتساوي جوج ريكويست ديالنا غدوز، هاد جوج اوتوريزي. كيف ما كنشوفوا بان راه عندنا في اللالين لان جوج راه صغر من 6. نديرو دابا تيست واحد اخر في 18. دونك هاد اكس غنديروها 18. دونك واش 18 كتساوي 6؟ فولس. ثاني شنو عندنا فيها؟ واش 18 صغر من 6؟ حتى هي فولس. ومين كنقولوا فولس او فولس وركزوا على هاد الاور كتعطينا فولس. دونك هاد 18 اللي غادي يبغي يدخل هاد الشخص ماشي اوتوريزي في هاد الانبوت. ومين كنشوفوا هنايا راه ما كايناش في هاد لالين لان 18 راه ما كتساوي 6 وماشي قل من 6. غنمشيو دابا للتيست الاخر اللي فيه المين والماكس بجوجهم. دونك حددناهم بجوج. مين كنحدوا المين والماكس بجوجهم كتعني بان كنديروا واحد 6. اشنو عندي هنايا؟ عندي بان المينيموم 3، ها هي 3، وعندي الماكسيموم 6 اللي كتعني بانه كنقول ليه بان 3 راه داخله. دونك 3 اوتوريزي في هذا الانبوت و 6 حتى هي اوتوريزي، وكاع الارقام اللي ما بين 3 و 6 حتى هما اوتوريزي اللي هما 4 و 5. غندير دابا واحد التيست بواحد الرقم ونشوفوا مين غادي نافيكتي واحد الرقم لهاد اكس اشنو غادي يطرى. اختاروا هنايا واحد الخمسة. دونك واش 5 كتساوي 3؟ هذا هو التيست الاول. وغندير واش 5 كتساوي 6، ومن بعد غنقولوا واش 5 كاينه ما بين 3 و 6. نبداو بالاولى، واش 5 كتساوي 3؟ فولس. نمشيو للثانيه، واش 5 كتساوي 6؟ فولس. وفي الاخر اور اكس كان بي ا نمبر بتوين 3 اند 6، واش 5 اللي هي اكس في هذه الحاله واش عندنا ما بين 3 و 6؟ ترو. صحيحه. ومن كتكون عندنا ترو وحده في هذه الكونديشن ديالنا كاملين
دونك اوتوماتيكمون تشور يعني 5 اوتوريزي في هذا الانبوت لان واخا ما كتساويش 3 واخا ما كتساويش 6 ولكن كاينه ما بين 3 و 6 دابا دابا واحد التست واحد اخر واحد الرقم ما كاينش في هذا الرينج غادي نختاروا واحد غنمشيو من الاولى واحد واش كتساوي 3 واحد واش كتساوي 6 واش واحد كاينه ما بين 3 و 6 دونك واحد واش كتساوي 3 فولز واحد واش كتساوي 6 غلط يعني فولز واحد واش عندنا ما بين 3 و 6 ما كايناش واحد ما بين 3 و 6 عندنا 4 و 5 دونك حتى هي فولز وما تيكونوا ب 3 فولز دونك اوتوماتيكمون فولز هاد الواحد ماشي اوتوريزي في هاد الانبوت هاد الواحد ماشي اوتوريزي